السلام عليكم ورجعت لكم في تقرير عن أنمي ون بانش مان اللي أثار ضجة في الإنترنت. خلونا نبدأ. طبعاً الأنمي بدأ كمانجا في عام 2009 وما كانت حتى مانجا رسمية. المانجا بدأها كاتب اسمه ون أو ون، أعتقد أن اسمه ون، في عام 2009 وما كانت معتمدة، فبداها على موقع في الانترنت أو على موقع الشخصي في الانترنت. لكن بعد ما حققت المانجا 55 مليون هيتس أو إعجاب بمعدل 60 ألف هيتس في اليوم. طبعا رقم معناه هذا أن المانجا أثارت الناس، أعجبتهم، وهي برسوم مرة بدائية، لكن قوة القصة والأحداث اللي صايرة فيها شدت الناس وخلتها تتغاضى عن الرسوم، وهذا الشيء اللي خلى الرسام ياسوكي ماتا يتواصل مع ون ويطلب منه أنه يرسم المانجا هذه وينشرها على الموقع الإلكتروني لجامب أو لشنن جامب أو ويكلي جامب، وهالشيء برضو حقق نجاح كبير جدا لدرجة أن المانجا هذه حتى قبل يعمل منها الأنمي الآن، يتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لنشرها على الموقع الخاص بالكوميكس أو كوميكس جامب. إذن قصة المانجا أسطورية، زي ما يقول ماجد أسطورية، خيالية وشيء قوي جدا. طبعا المانجا هذه تم الموافقة على إصدار أنمي منها، ومنه الاستوديو اللي راح يسوي الأنمي هذا غير الأسطورة ماد هاوس. يستمر ماد هاوس بإمتاعنا بعد ما انقطعنا عن هنتر اكس هنتر إلى باراسايت، والحين انتهى باراسايت ون بانش مان مانجا، وهي مرسومة برسم سيء جدا ومنشورة على صفحة شخصية غير مشهورة، حققت نجاح يقدر ب 55 مليون. فجاء رسام اسمه ياسوكي موراتا وطورها. الحين جاء استوديو خيالي اسمه ماد هاوس راح ينتجها كأنمي. شيء غير طبيعي، أسطوري كلمة ماد، شيء غير طبيعي كلمتي أنا، لو بتمجم تطلع كلمة غريبة. على العموم مو بهذا الموضوع، الموضوع المهم جدا شنو القصة. أنا ما هحرق عليكم قصة الأنمي نهائيا، أنا هعطيكم البداية اللي تشرح شنو البطل. البطل زي ما انتم شايفين ما عليه شعر تماما، حيث شرح الكاتب ان البطل سايتاما تدرب تدريب قوي وشاق جدا بحيث وصل انه يكون اقوى شخص موجود، وانه من شدة التدريب بهذا تساقط شعر جسمه، وصل بالقوة انه يقضي على خصمه بلكمة واحدة، عشان كذا اسمه ون بانش مان ذو اللكمة الواحدة. البطل هذا قاعد يتعامل مع عالم غريب، ناس تعتبره بطل وناس تعتبره وحش. كيف تتطور القصة وشين بتكون الأحداث؟ هنا شيء جديد في الأنمي هذا، دائما نشوف بطل القصة شخص يبحث المجد وانه يوصل إلى أقوى شيء، هذا وصل أقوى شيء. إذا شو راح تكون الأحداث اللي قدام؟ هل بيجون ناس أقوى منه؟ كيف الحين هو أقوى واحد، كيف بيجون ناس أقوى منه؟ هل بيتعامل مع شيء جديد؟ طبعا الأنمي من تصنيف شنن وأكشن كوميدي خيال علمي قوة خارقة. العالم اللي بدو في قصة الأنمي عالم اصطناعي، مش هو العالم اللي نسميه احنا عالم افتراضي أو عالم مصطنع عن طريق الكاتب. إذا راح نشوف قمة من الإبداع من ناحية الأبطال، الشخصيات، الأماكن، الخصوم. الشيء الوحيد المحزن بالنسبة لي أنا في الأنمي هذا أنه راح يكون إصداره في شهر أكتوبر، مما يعني أنه بعد 6 شهور من الآن. على الله نتصبر بأي شيء خلال الفترة هذه لأن نلقى شيء يسلينا أن احنا نصل للأنمي هذا بعد 6 شهور من الآن في شهر أكتوبر من عام 2015، راح نستمتع بون بانش مان. طبعا هذه هي معلومات الأكيدة، في معلومات كثيرة في الإنترنت موجودة، في مواقع ممكن تضحك عليك وتشوفها حاطة ون بانش مان مترجم. الأنمي حتى الدعاية حقتها ما تتجاوز 2 ثواني عشان ينزل مترجم. هذه مواقع فقط تبحث انها تشدك وتضربك عاد بالآدات، الفيروسات، بالمصايب اللي فيها. من الحين انا اقول للجميع الانمي هذا مش مترجم،
فيه إشاعات كثيرة في الإنترنت عن الأنمي هذا، وفي أخبار قوية مرة وأخبار غريبة، واللي يقول ما أخذ ماد هاوس وبيأخذ ستوديو توي أنيميشن اللي يسوي ون بيس، واللي يقول واللي يقول. أنا عطيتك الحين الأخبار المؤكدة، المانجا الأولى البدائية أصدرت في عام 2009 ومن ثم تم تطويرها في عام 2012. الآن قاعدين يشتغلون على ترجمتها، في شهر 10 من 2015 راح يصدر الأنمي. ما في أي مشاهد للأنمي هذا سوى الثانيتين أو الثلاث ثواني إلى اللحظة اللي أنا أتكلم فيها الحين، إلا الثانيتين أو الثلاث ثواني اللي عرضت في محفل اسمه بانداي، أو في حدث اسمه بانداي، حدث كبير في اليابان تجي شركات وتعرض فيه. أتمنى يوم أني أقدر أروح وأغطيه. طبعا بالنسبة للطاقم اللي بيشتغلون في الأنمي، الأشهر اسم لقيته حق استوديو ماد هاوس هو شينغو ناتسومي. شينغو ناتسومي هو مخرج ساعد في أعمال كثيرة، منها فول ميتال ألكيميست براذرهود في كذا حلقة، في ناروتو شيبانن في كذا حلقة، ساعد في مسلسلات كثيرة قوية. لما تدخل الأعمال بتشوفها ساعد في حلقات معينة، بتشوفها ساعد في أشياء كثيرة، مما يعني أنه موهبة قادمة وبقوة، لدرجة أن استوديو ماد هاوس اللي يحرص أن أعماله تظهر بأفضل وألبق صورة خذ الاسم هذا شينغو ناتسومي. راح أكتب لكم الاسم هنا عشان تبحثون عن أعماله في ماي أنيمي ليست أو أنيمي نيوز نتورك، راح تشوفون الأعمال كثيرة وحلوة اللي كنتوا تبون تطلعون على طريقته. لكن هو ما مسك إخراج حصري لأي أنيمي من قبل، هذا راح يكون أول إخراج حصري له أنيمي ون بانش ما. على العموم في حال لقيت أي أخبار ثانية ومؤكدة راح أجيبها لكم عن الأنمي هذا. على العموم أنمي قادم وبقوة، جميع إحصائيات الحالية تبشر بخير. الحين كل اللي أقدر أقوله تنسون الشير واللايك والسبسكرايب، وإن شاء الله نشوفكم على خير.